بسم الله، هنتكلم في الفيديو ده على الوحدة الثالثة في الفيزياء صف 11 متقدم. طيب كنا اتكلمنا في ايه في الوحدتين اللي فاتوا؟ الوحدة الأولى كنا بنتكلم على نظرة عامة وخاصة المتجهات، بعد كده في الوحدة الثانية اتكلمنا على تطبيق على المتجهات اللي هو الحركة، سواء بالإزاحة أو السرعة أو العجلة، كل دول تطبيقات على كميات متجهة. طيب اتكلمنا في الوحدة الثانية على الحركة في بعد واحد، يا إما إكس يا إما واي، فشوفنا الحركة في اتجاه إكس والحركة في اتجاه واي، ولو في اتجاه واي سقوط حر، فاستنتجنا المعادلات اللي بيبقى فيها الجي. طيب دلوقتي الوحدة التالتة بنتكلم على الحركة ولكن في بعدين أو 3 أبعاد، إيه اللي هيختلف؟ تعالوا نشوف. طيب لو عملنا مقارنة كده عشان نشوف إيه الاختلاف، ففي الوحدة اللي فاتت كنا بنتكلم عن الحركة في بعد واحد، كنا بنقول بيديني معادلة الموقع بتاعت جسم معين، وليكن اكس بتساوي 3 تيتا ربيع زائد 2 تي مثلا ناقص 4. طيب فكنت بعمل ايه؟ لما كنت بشتقها كان بيديني مركبة السرعة في اتجاه اكس، لان انا اوريدي بتحرك في اتجاه او في بعد واحد اللي هو اكس، فلما اشتقها هيديني معادلة الفي في اتجاه الاكس، ولما اشتق الفي هيديني مركبة الاكس للعجلة، فاشتقاق دي هيبقى 6 تي زائد 2، واشتقاق دي هيبقى مثلا 6. طب ايه اللي هيتغير في بعدين او 3 ابعاد؟ ولا حاجة، كل اللي انا هعمله ان انا هكرر اللي انا عملته على البعدين الباقيين. ازاي؟ هيقوم مديني ان في جسم بيتحرك ومتجه الموضع بتاعه بالنسبة للزمن في اتجاه اكس، هيديني معادلته وليكن كده، وفي اتجاه واي بيتحرك بالنسبة للزمن وليكن كده. طيب فكده متجه الموضع بتاعي عبارة عن ايه؟ متجه الموضع هنا بقى دي قيمة في الاكس، فالقيمة دي كلها في اتجاه الاكس زائد القيمة دي كلها في اتجاه الواي. طيب دلوقتي لو انا عايز متجه السرعة الكلية هعمل ايه؟ هشتق، هي عبارة عن اشتقاق متجه الازاحة بالنسبة للزمن. طيب انا دلوقتي عندي متجه الازاحة في اتجاه اكس وفي اتجاه واي، فلما اشتق متجه الموضع في اتجاه اكس بالنسبة للزمن، ده هيديني الفي اكس نفس اللي احنا قلناه هنا، في اتجاه اكس هيديني مركبة السرعة في اتجاه اكس، زائد لما اشتق معادلة الموضع بالنسبة للزمن هيديني مركبة الواي للسرعة في اتجاه الواي. وبالتالي لو انا عايز مثلا اجيب متجه الواي، فهشتق الاكس هيديني الفي اكس اللي هي هتساوي 6 تي زائد 2، ده كده اللي هي الفي اكس، ده كده في اتجاه الاكس، زائد هشتق دي 3 في 4 ب 12 تي تربيع ناقص 5، دي كلها مركبة ال في واي في اتجاه الواي، وهكذا. لو عندي زد فهشتق برضو معادلة الموضع بتاعت الزد بالنسبة للزمن هيديني ال في زد، وهكذا. وبنفس الطريقة بالظبط العجلة هي مشتقة السرعة بالنسبة للزمن، وبالتالي لما اشتق مركبة الاكس للسرعة بالنسبة للزمن هيديني الاي اكس، فهنا مثلا الاي اكس هتساوي مشتقة الفي اكس اللي هي 6 في اتجاه الاكس، ومشتقة الفي واي اللي هي 24 تي في اتجاه الواي، وهكذا. فده كده اول اختلاف ما بين الاتنين،
كل اللي انا بعمله ان انا بكرر اللي انا عملته في بعد واحد في باقي الابعاد، فيبقى مركبة الاكس هي مشتقة الموقع بالنسبة لإكس وكذلك بالنسبة للعجلة. طيب الاختلاف التاني ايه هو؟ لما كنا بنقول هنا اتفقنا ان لما يجيب لي على اسئلة على الحركة في بعد واحد ويقول لي الجسم بيتحرك بسرعة ثابتة او سرعة منتظمة، كنا اتفقنا ان احنا بنستنتج ايه بالظبط؟ ان العجلة بتساوي صفر. ليه؟ لان هو ماشي في بعد واحد يعني الاتجاه ثابت، وسرعة منتظمة دي معناها ايه؟ معناها ان المقدار ثابت، وبالتالي بيبقى ماشي بسرعة ثابتة، ولما السرعة تبقى ثابتة ما بتتغيرش يبقى العجلة بصفر. طب ايه اللي هيتغير في الحركة في بعدين؟ هل ينفع يقول لي الجسم ماشي بسرعة منتظمة ويبقى العجلة ليها قيمة لا تساوي الصفر؟ اه ينفع. ازاي؟ لو تفتكروا في صف تاسع كنا قلناه، لما انت مثلا تبقى بتسوق عربية في مسار دائري كده، لو عربيات السباق مثلا، ايه اللي بيحصل؟ انت مركبة السرعة بتاعتك في كل لحظة، كان يقول لك ايه؟ سيارة تسير في مسار دائري بسرعة منتظمة مقدارها وليكن 50 متر على الثانية في مسار دائري، ويطلب منك ايه؟ احسب العجلة. طب ازاي يا عم بتقول لي بسرعة منتظمة وازاي هيبقى في عجلة؟ هو مش سرعة منتظمة دي اتفقنا العجلة بصفر؟ اقول لك لا، دلوقتي السرعة دي هي كمية متجهة وبالتالي ليها مقدار واتجاه، عشان اقول ان السرعة ثابتة لازم يكون الاتنين ثابتين زي هنا، عشان كان في بعد واحد فكان اوريدي الاتجاه ثابت، فلما يقول لي منتظمة اللي هي معناها المقدار ثابت يبقى السرعة ثابتة يبقى العجلة بصفر، لكن هنا قال لي ان هو ماشي بسرعة منتظمة يبقى المقدار ثابت ولكن الاتجاه، هل اتجاه السرعة ثابت طول المسار؟ لا، ده الاتجاه عمال يتغير، وبالتالي الاتجاه متغير والمقدار ثابت، فتبقى سرعة متغيرة ولا ثابتة؟ تبقى سرعة متغيرة، وطالما حصل تغير في السرعة يبقى فيه عجلة. يبقى الاختلاف التاني في الحركة في بعدين أو 3 أبعاد إن ممكن يقول إن الجسم بيتحرك بسرعة منتظمة ولكن بالرغم من كده يكون ليه عجلة. ليه؟ لأن ممكن يحصل تغير في الاتجاه فتصبح السرعة متغيرة. يعني إحنا دايما متعودين إن لما أقول لك إن الجسم إن أنت كنت ماشي ب50 متر على الثانية، بعد كده سرعتك زادت ب60 متر على الثانية، فأنت كده مقتنع إن في عجلة لأن في تغير في السرعة. طب لو كان ماشي ب50 متر على الثانية في اتجاه الشرق وبعد كده مشى ب50 متر على الثانية برضو ولكن في اتجاه شمال شرقي مثلا، فهل كده ماشي بسرعة متغيرة ولا ثابتة؟ مقدار ثابت ولكن الاتجاه متغير، فتبقى سرعة متغيرة فيبقى ليها عجلة. وبيوضح ده بالأمثلة دي، ان هو عندي هنا جسم كان ماشي بالسرعة دي بعد كده مقدار سرعته زادت لكن في نفس الاتجاه، فعايز الدلتا في التغير في السرعة، لو في تغير في السرعة يبقى في عجلة. طيب الدلتا في بجيبها ازاي؟ V2 ناقص V1. طيب بالمتجهات معناها المتجه التاني زائد معكوس المتجه الاول، مش دي هي هياها دي؟ ففي 2 زائد معكوس المتجه الأول، يعني هعكس المتجه ده، بدل ما هو رايح كده هيبقى جاي كده، وأحط بدايته على نهاية ده زي كده، فيبقى الفرق ما بينهم هو ده، هو ده الدلتا في في الاتجاه الكبير. فبما إن في دلتا في
ففي عجلة، وده اللي احنا مقتنعين بيه، لما تبقى ماشي ب50 بعد كده تمشي ب60 سرعتك اتغيرت، ففي عجلة. وبنفس الكلام كنت ماشي ب60 بقت 50 بقى في عجلة برضو، ولكن تباطؤية. طب هنا ايه اللي اختلف؟ ان هو ماشي بنفس السرعة ولكن كان ماشي هنا بزاوية، غير الزاوية. تعال نشوف الدلتا في. قلنا في 2 ناقص في 1، يعني هنعكس المتجه ده وحط بدايته هنا يعني كده. طيب لو انا عايز في 2 زائد سالب في 1، فكنا بنقول المحصلة من بداية المتجه الأول لنهاية المتجه التاني، فظهر ان عندي دلتا في. معنى ان في دلتا في معنى كده ان في عجلة، مع ان السرعة ثابتة، سرعة منتظمة، ولكن الاتجاه مش ثابت، فتبقى سرعة متغيرة فيبقى ليها عجلة. فهنا بنقول ينشأ متجه العجلة إذا تغير متجه سرعة الجسم في المقدار أو الاتجاه. فممكن يكون ثابت في المقدار اللي بنسميها سرعة منتظمة، ولكن متغير في الاتجاه لما يمشي مثلا في مسار منحني، فبيبقى ليه عجلة. دي كده أول جزئية. تاني جزئية هنتكلم على المقذوفات. برضو هيدلاين أخدناه قبل كده في الصف التاسع، مش جديد علينا. تعالوا نفتكر مع بعض كان بيتكلم عن ايه. ايه هي المقذوفات؟ بنقول ان المقذوف المثالي هو جسم ينطلق بسرعة ابتدائية ومن ثم لا يتحرك الا تحت تأثير عجلة الجاذبية. زي ايه؟ لما ترمي طوبة، لما ترمي كرة سلة، لما ترمي اي حاجة انت بترميها من ايدك بتديها سرعة ابتدائية، بعد كده مفيش اي حاجة بتأثر عليها غير عجلة الجاذبية. طيب تعالوا ندرس حركة المقذوفات ونحللها واحدة واحدة، لأن كل مسائل المقذوفات إيه اللي بيلخبط الطلاب فيها؟ إن هو مجرد بيقول لي إن أنت قذفت مقذوف بسرعة ابتدائية كذا وبزاوية كذا، ويقوم طالب منك طلبات البيت كلها، هات بقى رز ومكرونة، بيطلب كل الطلبات كأنك طالع له من الفانوس، هات بقى كل حاجة أنا عايزها. طب هو بيعتمد على إيه؟ بيعتمد ان انا فاهم مسار المقذوف، فاوريدي انا هبقى عارف معطيات من عندي، هيبقى فيه معطيات كلنا كعلماء فيزياء متفقين عليها في مسار المقذوف، بتبقى معطى بالنسبه لي اقدر استخدمها في اي وقت. ايه هي المعطيات دي؟ تعالوا نشوف. طيب انت دلوقتي لما بتبدا ترمي مقذوف بسرعه ابتدائيه معينه بزاويه معينه، فبنحلل حركة المقذوف دي لحاجتين. هحلل متجه السرعة الابتدائية ده ان هو عبارة عن متجه في اتجاه الاكس وليها مركبة في اتجاه الواي، صح كده؟ طيب فلو جبنا دي كده لو جبناها الناحية التانية، يبقى كأني رميت المقذوف ده بالسرعة دي في الاتجاه اكس وبالسرعة دي في اتجاه واي. خلينا ناخد مثلا مثال، لو انت رميت المقذوف بسرعة 30 متر على الثانية بزاوية وليكن 30، طيب فهتبقى السرعة كأنك رامي بسرعة أفقية تساوي إيه؟ 30 كوزين 30، في كوزين سيتا، والفي نوت واي في ساين سيتا، يعني 30 ساين 30. طيب وليكن كمثال، مش أرقام دقيقة، 30 كوزين 30 وليكن لو طلعت ب20 متر على الثانية، و30 ساين 30 لو طلعت ب15 متر على الثانية. فمعناه ايه الكلام ده؟ معناه ان كأني رميت كرة السلة دي بسرعة مقدارها 20 متر افقيا وسرعة مقدارها 15 متر رأسيا. ده تحليل المتجه، ان انا بشيل المتجه ده خالص واقول ان هو عبارة عن مجموع، كأن انا رميت الكرة دي في الاتجاهين دول بالسرعتين دول. طيب ايه اللي بيحصل؟ المقذوفات المثالية هي أجسام بترميها بإيدك وبعد كده
ما بتتحركش غير تحت تأثير عجلة الجاذبية. طيب، فأدي عجلة الجاذبية. عجلة الجاذبية اتجاهها فين؟ في اتجاه الواي السالب. طيب، فافهم من كده ان مين اللي هيتأثر بعجلة الجاذبية أثناء مسار المكذوف؟ هل المركبة الأفقية ولا المركبة الرأسية؟ بالظبط، احنا قلنا ان مفيش اي حاجة هتأثر على المكذوف غير عجلة الجاذبية. يعني انا اهملت مقاومة الرياح، مقاومة الهواء، كل حاجة، فبقى اللي بيأثر عندي عجلة الجاذبية. فاتفقنا ان عجلة الجاذبية بتأثر في المحور واي، وبالتالي مفيش حاجة عندي هتتأثر غير المركبة الرأسية. فأول حاجة بنستنتجها إن المركبة الأفقية للسرعة مالها بتتغير؟ لا، بتظل ثابتة طول المسار. ليه؟ لأن مفيش أي حاجة بتأثر عليها، وبالتالي طول المسار يعني عند النقطة دي المكذوف لما يوصل هنا فهتبقى سرعته في اتجاه اكس بتساوي سرعته الابتدائية في اتجاه اكس بتساوي 20 متر على الثانية. طب سرعته في اتجاه واي تتوقعه هو كان طالع بسرعة كده وعجلة الجاذبية عمالة تشده لتحت، فنتوقع ان الفي واي هتقل ولا هتزيد؟ بالظبط، اكيد لازم هتقل، كأنك عمال تطلع على جبل وفي واحد عمال يشدك لتحت، فهل سرعتك هتزيد؟ لا طبعا، فسرعتك هتقل. فبدل ما كان طول المتجه عامل كده هيبدأ طوله يقل شوية. طيب، فالمحصلة بتاعت الاتنين دول هتبقى عاملة ازاي لو اخدنا دي كده؟ فالمحصلة هتبقى من دال ده ماشي. طيب، وصل لهنا عند النقطة دي، هيبقى مركبة السرعة عند النقطة دي عبارة عن ايه؟ ال في اكس، اتفقنا ان هي خلاص ثابتة وبتساوي ال في اكس نوت، وال في واي هتبدأ تقل كمان شوية. فلما اجيب المحصلة بتاعتهم هنقل دي هناك وارسم المحصلة كده، فتبقى دي المحصلة، وهكذا. بفضل أمشي بلاقي إن السرعة ثابتة والسرعة الرأسية، السرعة الأفقية ثابتة والسرعة الرأسية بتقل، لغاية لما هوصل لنقطة إيه اللي هيحصل عندها؟ هوصل لأقصى ارتفاع بيكون عندها ال في اكس بتساوي كام وال في واي بتساوي كام والسرعة مركبة السرعة الكلية بتساوي كام. نخلي بالنا في الحتة دي ايه اللي احنا بنقوله. بنقول ان دلوقتي عند أقصى ارتفاع لما انت ترمي كورة فبتوصل لأقصى ارتفاع وبعد كده بتبدأ تنزل تاني، فأقصى ارتفاع هنرمز له بالرمز H. طيب، عند أقصى ارتفاع بسأل على حاجتين، ال V X هتساوي كام وال V Y هتساوي كام وال V الكلية هتساوي كام. بالظبط، ال V X ثابتة طول المسار اتفقنا عليه، وال V Y اتفقنا ان هي عمالة تقل تقل لغاية عند اقصى ارتفاع هتساوي صفر، ال في واي عند اقصى ارتفاع هتساوي صفر. طب السرعة الكلية، السرعة الكلية عند اي نقطة في المسار بتساوي جذر مركبة السرعة الافقية عند النقطة دي زائد مركبة السرعة الرأسية عند النقطة دي. طب اتفقنا ان ال في اكس بتساوي ال في اكس نوت اللي هي السرعة الابتدائية، وال في واي بصفر. طيب، جذر ال في اكس نوت تربيع، الجذر هيروح مع التربيع. فافهم من كده ان عند اقصى ارتفاع
مركبة السرعة الكلية بتساوي المركبة الأفقية. فهنشوف هنا في وصف حركة المكظوف ايه الحاجات اللي اتفقنا عليها لغاية دلوقتي. لما بيطلق المكظوف بسرعة ابتدائية او زاوية معينة، بتكون للسرعة الابتدائية مركبتين رأسية وأفقية. فدي أول حاجة بنعملها، بنحلل السرعة الابتدائية لمركبة أفقية ومركبة رأسية. طب تاني حاجة اتفقنا إن المركبة الرأسية هي اللي بتبدأ تتأثر بعجلة الجاذبية، فواحنا طالعين بتقل لغاية لما تبقى صفر عند أقصى ارتفاع، لأنها ماشية عكس الجاذبية. واحنا نازلين هنلاقي إن هي بتزيد، واتفقنا إن المركبة الأفقية بتفضل ثابتة المقدار والاتجاه طول الحركة بسبب عدم وجود قوة أفقية. طيب، فهنا كنا بنقول إن عند أقصى ارتفاع الـ Vy المركبة الرأسية للسرعة تساوي صفر، لكن السرعة الكلية بتساوي المركبة الأفقية، وعجلة الجاذبية خلي بالك بتفضل ثابتة طول المسار لأسفل بـ9.8. يعني لو قالك عجلة لو قالك عجلة الجاذبية عند أقصى ارتفاع، أو العجلة اللي عجلة الجسم عند أقصى ارتفاع تساوي إيه؟ هتساوي الجي الأسفل، يعني سالب 9.8 الأسفل، لأن هو على طول بيتأثر بعجلة الجاذبية. طب بعد كده إيه اللي هيبدأ يحصل؟ خلاص أنت كنت طالع عمال واحد يشدك لتحت، وصلت خلاص سرعتك بقت صفر، هتبدأ تمشي في نفس الاتجاه اللي كان بيشدك، وبالتالي إيه اللي هيحصل؟ ما زالت الـ Vx ثابتة، والـ Vy هي اللي هتبدأ تزيد، ولكن في الاتجاه المعاكس، فبيبدأ الكيرف ياخد الشكل ده كده. فعشان كده بنرسم مسار المكظوف عامل كده، اللي هو الشكل ده، تمام؟ فاحنا فهمنا كده الشكل ده جاي منين. طيب، فتعالوا نراجع تاني. بنقول ان حركة المكظوف بنقسمها جزئين، في الاتجاه الافقي السرعة بتبقى ثابتة ومنتظمة، فالعجلة بتبقى بصفر. طالما السرعة ثابتة فبنستخدم القانون العادي، السرعة بتساوي مسافة على زمن، المسافة على زمن. طيب، وفي الحالة وفي الجزء الرأسي اتفقنا ان هو بيتحرك تحت تأثير عجلة ثابتة، فكأنه جسم بيسقط سقوط حر، فنستخدم معادلات السقوط الحر. طيب، ايه الملاحظات المهمة اللي احنا بنقول ان هو هيجيب لي المسألة فيها معطيين وانا ابقى عارف باقي المعطيات؟ تعالوا نركز فيها. خلاص احنا قلنا ان المركبة الأفقية ثابتة والمركبة الرأسية هي اللي بتقل. طيب، من الحاجات اللي لازم نبقى عارفينها ان سرعة المكظوف عند ارتفاع معين اثناء الصعود تساوي سرعة الجسم عند نفس الارتفاع اثناء الهبوط. يعني لو قلت لك ان سرعة الجسم عند الارتفاع ده، وليكن عند ارتفاع 60 متر، كانت بـ60 متر على الثانية. طيب، عايز سرعته على نفس الارتفاع أثناء الهبوط. هو هنا كان طالع، هنا كان نازل، فعايز سرعته هنا. فبنقول إن من الحاجات المعروفة عندنا كلنا كعلماء فيزياء إن سرعة الجسم عند ارتفاع معين أثناء الصعود تساوي سرعة الجسم أثناء الهبوط عند نفس الارتفاع. طب من دي بنستنتج استنتاج مهم، ألا وهو إن لو أنت هتطلق مكظوف من على الأرض، فبتبقى سرعته النهائية عند لحظة اصطدامه بالأرض هتساوي إيه؟ اتفقنا عند نفس الارتفاع السرعة أثناء الصعود اللي هي الـ V نوت هتساوي السرعة أثناء الهبوط أو لحظة اصطدامه بالأرض. فمن دي بنستنتج
إن سرعة قصف الجسم بتساوي سرعة اصطدامه بالأرض لو كانت نقطة القصف والاصطدام عند نفس المستوى. ليه بقول الكلمة دي؟ لأن هو ممكن يجيب لك سؤال إن أنت واقف فوق جبل ورميت مجزوف كده، فهل السرعة الابتدائية هنا هتساوي السرعة النهائية هنا؟ أكيد لأ. أمال بتساوي إيه؟ بتساوي السرعة عند نفس الارتفاع. أنت كنت بتطلق من الارتفاع ده فهتوصل لنفس السرعة من الارتفاع ده، لكن سرعتها هنا هتبقى أزيد. طيب بنجيب سرعة الجسم عند أي لحظة في مسار المجزوف إزاي؟ قلنا إن السرعة عند أي لحظة في مسار المجزوف بتساوي في إكس تربيع، يعني مركبته الأفقية عند النقطة دي زائد مركبته الرأسية عند النقطة دي. طب اتفقنا إن المركبة الأفقية هي ثابتة وبتساوي ال في إكس نوت، فشلت ال في إكس وقلت إن هي بتساوي المركبة الأفقية للسرعة الابتدائية. طب وبجيب السرعة الرأسية عند أي نقطة إزاي؟ من قوانين السقوط الحر، فهشيل السرعة الرأسية النهائية بتساوي السرعة الرأسية الابتدائية ناقص 2 جي في دلتا واي، فهشيل ال في واي دي في واي تربيع وهحط مكانها في واي نوت تربيع ناقص 2 جي دلتا واي. طب دلوقتي عندي المنظر ده، في اكس نوت تربيع زائد في واي نوت تربيع، ده بيساوي ايه؟ اللي هو مربع مركبة المركبة الأفقية زائد المركبة الرأسية، بيساوي متجه السرعة نفسه، بما إن ده نوت فيبقى بيساوي السرعة الابتدائية تربيع. فهشيل الاتنين دول مع بعض كده وهحط جذر ال في نوت تربيع ناقص 2 جي دلتا واي. فلو أنا عندي قال لك أطلقت جسم بسرعة وليكن 30 متر على الثانية، فعايز السرعة اللي هيوصل لها لما يوصل على بعد أو على ارتفاع 30 متر، هعمل إيه؟ هستخدم القانون ده، يبقى السرعة النهائية تساوي 30 تربيع ناقص 2 جي في الدلتا واي اللي هي 30. فمقدار السرعة النهائية عند أي لحظة في مسار المجزوف لو معايا الارتفاع أو فرق الارتفاع ما بين الارتفاع النهائي والابتدائي والسرعة الابتدائية أجيبها من القانون ده. طيب من الحاجات اللي لازم نكون عارفينها إن زمن الصعود لأقصى ارتفاع، الزمن اللي هياخده المجزوف عشان يوصل لأقصى ارتفاع هنا بيساوي الزمن اللي هياخده عشان ينزل تاني لنفس الارتفاع الابتدائي. فبنقول إن زمن الصعود لأقصى ارتفاع يساوي زمن الهبوط تاني، وبالتالي اللي بيجي يسألني عليه بيقول لي هات زمن التحليق أو الزمن اللي بيستغرقه المجزوف في الهواء، فافهم من كده إن هو بيساوي إيه؟ بيساوي ضعف زمن أقصى ارتفاع. تمام، واتفقنا عند أقصى ارتفاع الـ Vy هي اللي بتساوي صفر وبتبدأ تتحول علامتها من الموجب للسالب عند أقصى ارتفاع، لكن السرعة الكلية بتساوي السرعة الأفقية والجاذبية دايما ثابتة. طب قانون أقصى ارتفاع هنستنتج لها قانون، أنت ممكن في أي سؤال تعوض بالقوانين دي وهتوصل له عادي. طيب أنا عايز أقصى ارتفاع اللي هو ده، فبنسميه اتش. طب الاتش بيساوي ايه؟ الاتش هيساوي واي نوت في واي نوت في تي ناقص نص جي تي تربيع، او سوري خلينا نجيبها من القانون ده، الواي ناقص الواي نوت اللي هو اقصى ارتفاع. طيب يبقى الفي واي النهائية بتساوي في واي الابتدائية ناقص 2 جي في أقصى ارتفاع. طب اتفقنا إن السرعة النهائية عند أقصى ارتفاع مالها؟ بتساوي صفر، وبالتالي دي راحت، لو أخدتها الناحية التانية يبقى 2 جي اتش تساوي في واي نوت تربيع، يبقى الاتش بتساوي في واي نوت تربيع على الاتنين جي. طب انا افترضت ان الاتش دي
هي عبارة عن واي ناقص واي نوت، والواي نوت ديت بتساوي صفر لو انا افترضت ان هو منطلق من البداية. طب لو هو كان فوق جبل والواي نوت ليها قيمة، فهقول ان الواي النهائية، يبقى الواي النهائية هي بس اللي بتساوي اتش، فيبقى واي ناقص واي نوت والواي النهائية اللي هي اتش، هودي الواي نوت الناحية التانية، فيبقى الاتش اقصى ارتفاع بيساوي الارتفاع الابتدائي زائد في واي نوت تربيع على ال2 جي، فده قانون اقصى ارتفاع. طيب الإزقاح الأفقية بتبقى متساوية في الفترات الزمنية المتساوية. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو مثلا أخدنا المسار ده، فبنقول لو دي فترات زمنية متساوية، وليكن كل 3 ثواني أخدين سكرين شوت كده للكورة، بما إن الجسم بيتحرك بسرعة أفقية ثابتة والسرعة بتساوي مسافة على زمن، فبما إن السرعة ثابتة والفترات الزمنية متساوية، يبقى هيقطع مسافات متساوية خلال فترات زمنية متساوية. طيب آخر حاجة بنقول عليها هو المدى الأفقي. إيه المدى الأفقي؟ من الحاجات اللي بيسألنا عليها، هات البعد اللي هيوصل له، البعد الأفقي اللي هيوصل له المكذوف بعد زمن معين، فده اللي هو الإكس عادي. فبنستخدم إن الإكس بيساوي إكس نود زائد الفي إكس نود في التي. طب لو قال لي هات أقصى بعد يصل له المكذوف، فده اللي بنسميه المدى. فبنفس الكلام، يبقى الار اللي هي عبارة عن اكس ناقص اكس نوت مالها بتساوي في اكس نوت في التي. طيب وممكن نستنتجها من قانون تاني، الاستنتاج بتاعها في الكتاب ملغي فملوش لازمة نخوض فيه، ولكن القانون بتاع الار بيساوي الفي نوت تربيع على جي ساين 2 سيتا. فالمدى الأفقي هو مقدار المسافة اللي بيقطعها المكذوف أفقيا قبل العودة لموقع الرأس الأصلي، وبيساوي ضعف المسافة اللي بيقطعها المكذوف للوصول لأقصى ارتفاع. يعني لو هو قال لك إن هو عشان يصل أقصى ارتفاع قطع مسافة أفقية مقدارها 20 متر، فيبقى الـ R أو المدى الأفقي بيساوي إيه؟ بيساوي 40 متر. فإما تقول إن هو ضعف المسافة بتاعت أقصى ارتفاع، المسافة الأفقية اللي هيوصل لها عشان يوصل لأقصى ارتفاع، أو القانون بتاعها في نوت تربيع على جي ساين 2 سيتا. طيب هنا نفس اللعبة اللي بنلعبها، إمتى الـ R تبقى الماكسيمم؟ إيه أقصى قيمة للـ R؟ فعشان أتحكم في الـ R، يعني لو أنت بتلعب مع زميلك مثلا معاك كورة وعند البحر، وبتتسابقوا مين اللي هيودي الكورة دي لأبعد نقطة، فنقدر نتحكم في ايه؟ يا اما السرعة الابتدائية يا اما الزاوية اللي هترمي بيها، وبالتالي المدى بيعتمد على السرعة الابتدائية او زاوية القصف. طب لو احنا الاتنين هنرمي بنفس السرعة الابتدائية، مين ارميها بزاوية كام بمعرفتي في الفيزياء عشان اكسب زميلي؟ فبنقول ان عشان تحقق الار ماكسيمم لما الفي نوت تبقى ثابتة، فانت عايز الساين دي تبقى اعلى قيمة ليها. اتفقنا ان اعلى قيمة للساين بتساوي 1. طب امتى؟ ايه الزاوية اللي الساين بتاعها بواحد؟ دوس كده شيفت ساين 1، هيقولك ان الزاوية 90. ولكن هترميها بزاوية 90؟ لا، لو رميتها بزاوية 90 الكرة هتقع على دماغك تاني. امال احنا بنقول ان ساين 2 سيتا تساوي 1، الزاوية اللي الساين بتاعها بواحد 90. طب والزاوية عندي هنا ايه؟ 2 سيتا مش سيتا بس، فالاتنين سيتا هي اللي بتساوي 90. فبالتالي الزاوية اللي هترمي بيها المكذوف فيوصل لأبعد مدى هي الزاوية 45. طيب لو انت جربت تعمل ساين 30 واعمل ساين 60، او سوري ماشي، ساين 30 وساين 60، او ساين 40 وساين 50، هتلاقي ان الساين بتاعتهم متساوية. طيب سوري، ساين 2 في 40
وساين 2 في 50 وساين 2 في 30 وساين 2 في 60 اللي هي ساين 2 سيتا. عايز اوصل لايه؟ ان لو انت وزميلك رميته بنفس السرعة الابتدائية بزاويتين مختلفتين ممكن انتوا الاتنين يبقى ليكوا نفس المدى. امتى؟ لو انتوا الاتنين رميتوا بزاويتين متتامتين. يعني ايه متتامتين؟ يعني مجموعهم 90. يعني لو انت رميت ب30 وزميلك ب60 جيت تعوض في المدى ضربت ساين 2 سيتا بتاعتك وساين 2 سيتا بتاعته هيطلع لك الساين متساوية، واحنا اوريدي قايلين ان الفي متساوية فانتوا الاتنين هتوصلوا لنفس المدى. فمن الحاجات المهمة ان المدى الافقي متساوي للاجسام المقذوفة بزاويتين مجموعهم 90 لما يكون ليهم نفس السرعة الابتدائية. ومن الحاجات الاخيرة ساين 2 سيتا دي حاجة في الرياضيات بتساوي 2 ساين سيتا كوزاين سيتا، هنستخدمها في سؤال. طيب تعالوا نلخص اللي قلناه او نبدأ نحل مسائل المقذوفات ازاي. اول حاجة بتحلل السرعة الابتدائية المقذوف لمركبتين افقية ورأسية، الافقية كوزاين والرأسية ساين، وبعد كده تبدأ تستخدم المعادلات دي عشان تجيب المطلوب اللي انت عايزه. لو هو طالب المسافة الافقية بعد زمن معين يبقى الاكس بتساوي الاكس نوت، وغالبا الاكس نوت دي بتبقى بصفر زائد في اكس نوت تي. لو هو طالب اقصى مسافة افقية او المدى الافقي هستخدم يا اما في اكس نوت تي يا اما القانون اللي استنتاجه مش علينا. طيب لو هو طالب الزمن الكلي حتى يعود للارض، يعني المقذوف بيترمى كده فهو عايز كل الزمن ده، فيا اما اجيبها من المعادلة الافقية اللي هي بتقول ان المسافة الافقية بتساوي السرعة في الزمن، فالزمن هيساوي المسافة الافقية على الفي اكس نوت، يا اما هنشوف القانون ده جه منين. طب في الرأس بيطلب مني ايه؟ بيطلب اقصى ارتفاع اللي هو عبارة عن واي نوت زائد في واي نوت على 2 جي، وخلي بالك الفي واي نوت بتساوي في نوت ساين السيتا والتربيع على كل واحدة فيه، وعادة بنعتبر الواي نوت بزيرو لو ما قاليش عكس كده، لو ما قاليش ان انت واقف فوق قمة او حاجة. طب زمن اقصى ارتفاع جبناه ازاي؟ من القانون ده. اتفقنا ان اقصى ارتفاع او سوري من القانون ده، عند اقصى ارتفاع الفي النهائية بتساوي صفر، الفي الرأسية النهائية بتساوي صفر، وبالتالي في واي نوت هيساوي جي في تي، فالتي بتساوي في واي نوت على جي اللي هي بتساوي في نوت ساين سيتا على جي، فده زمن أقصى ارتفاع. طيب ومش احنا اتفقنا ان الزمن اللي بياخده عشان يوصل لأقصى ارتفاع هو الزمن اللي بياخده عشان ينزل؟ فاتفقنا ان الزمن التحليق بيساوي 2 في زمن أقصى ارتفاع، فعشان كده بنقول ان الزمن الكلي حتى يعود للأرض او بنسميه زمن التحليق هيساوي 2 في زمن أقصى ارتفاع. وغير كده لو قال لي بقى هات ارتفاعه عند نقطة معينة مش أقصى ارتفاع، هنستخدم القانون ده عادي أو القانون من القوانين دي على حسب المعطيات اللي عندي. ونخلي بالنا في المقذوفات الأفقية، المقذوف الأفقي لو قال لي إن هو قذف مقذوف أفقي بسرعة ابتدائية مقدارها 20 متر على الثانية، فمن الحاجات اللي لازم تكون عارفها إن طالما أفقيا يعني الزاوية بصفر، فلما هتيجي تحلل الفي نوت لفي نوت واي وفي نوت اكس هتلاقي الفي نوت واي اللي هي 20 ساين صفر هتلاقيها بصفر. فدايما المركبة الرأسية للسرعة الابتدائية في المقذوفات الأفقية بصفر، والفي اكس نوت بتساوي الفي نوت اللي هي 20 متر على الثانية. طيب ففي المقذوفات الأفقية مش بينفع نستخدم القانون ده لان هو اوريدي بيبقى عند اقصى ارتفاع، فالتي هتطلع لك بصفر لان ساين صفر بصفر، ومش هينفع تستخدم القانون ده لان باين برضه ساين صفر بصفر، ولا الزمن الكلي بتاع ان هو لغايه لما يروح للارض هيطلع لك بصفر برضه، فبنستخدم القوانين التانية غير دول. طيب نكتفي بهذا القدر، الفيديو الجاي إن شاء الله نتكلم على الحركة النسبية.
وبكده نكون خلصنا الوحدة إن شاء الله. لو عندكم أي استفسار ابعتولنا ونشوفكم على خير.